ما حكم القزع؟ ايش قزع؟ ما هو القزع؟ ما هو القزع؟ انا افهم يا اخي، انا اريد هذا اللي سال عنه يعلمني وش ما هو. تمام، القزع حلق بعض الراس وترك بعضه منهي عنه، اقل احوال الكراهه، لان النبي صلى الله عليه وسلم راى غلاما حلق بعض راسه دون بعض فقال احرقه كله او اتركه كله.